موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين نستكمل باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. هذا الباب أورد فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى 15 حديثا. تناولنا يعني من هذه الأحاديث تناولنا تقريبا حوالي 7 أحاديث، ووقفنا بالكلام عند حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث حديث البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، أي يتخلل الصفوف، يعني إذا أقيمت الصلاة ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم للتكبير إلا بعدما يتخلل الصفوف، يعني يدخل بين الصفوف. وكان عمر رضي الله عنه من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يدخل الصفوف ويأمر بتسويتها صلى الله عليه وسلم. قال: يمسح صدورنا ومناكبنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحط إيده كده يسوي صدورهم ومناكبهم مع بعضها في صف واحد، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويعني نبهنا على ذلك في الدرس السابق، ويعني أطلنا في ذلك يعني، وهذا التنبيه كثيرا يعني، وهو يعني خطورة الاختلاف في الصف في الصلاة، كيف أنها تؤدي إلى اختلاف قلوب المصلين، فكيف إذا اختلفوا فيما هو أشد من مجرد الاختلاف في الاصطفاف في الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الصف مش مستوي يبقى المصلين قلوبهم هتختلف، كيف ولو كان المصلون يختلفون فيما هو أكثر من ذلك، هتجد القلوب نسأل الله العافية فيها ما هو أشر من ذلك. يقول: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يصلون على الصفوف الأول، الصلاة من الله عز وجل رحمة، والصلاة من الملائكة دعاء وثناء، فالله عز وجل يرحم عباده الذين هم أصحاب الصفوف المقدمة، وكذلك الملائكة تدعو لهم. يعني هذا بمعناه البسيط جدا، الصفوف المتأخرة ما لهمش هذا الحظ، ليس لهم هذا الحظ، الصفوف المقدمة فقط هي التي لها هذا الحظ أن ربنا يرحمهم والملائكة تدعو لهم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو على الصفوف الأول، صفوف الأول. فهذا الحديث فيه حرص الإمام على تسوية الصفوف قولا وفعلا، قولا وفعلا، ما بيقول لهمش هو واقف بس استووا أو سووا صفوفكم، لا، ده بيذهب عندهم ويمسح بين يمسح يعني على صدورهم ومناكبهم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: عدم التسوية علامة على اختلاف قلوب المصلين. عدم التسوية علامة على اختلاف قلوب المصلين. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يسوي وهو يشرع للصلاة: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، يعني سووا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل. الخلل يعني الفتحات والفروجات التي بين الأقدام وبين المناكب، وبين المناكب. ولينوا بأيدي إخوانكم. هنا طبعا قد يقول قائل: طب الناس بيتفاوتون في الطول والسمنة والبدانة والنحافة، فده يؤثر في مسألة الإيش؟ المناكب. نعم، لا يعني يكلف الإنسان يعني فوق طاقته، لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته. قد أكون أنا مثلا طويل وبجواري شخص قصير، فمسألة استواء المناكب مش هتيجي. أو أنا ممكن قد أكون أنا مثلا يعني عندي مرض أو نحو ذلك، فظروفي إن أنا عشان أستوي هكذا ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأقدام، الأقدام أقل شيء أن تسد الفرج، تسد الفرج، ولو حتى بماذا؟ بالأصابع الأخيرة في الأقدام. يعني لو افترضنا أدي قدمي وأدي قدم أخويا، حتى لو وصلنا للصورة دي كده، يبقى كده أخفلنا الفرج. الصورة الأكمل بقى القدم في القدم والكعب في الكعب، دي الصورة الأكمل. أنا نسأل الله العفو والعافية. كنا أول زمان الصحوة ما بدأت وكده، كانت الصورة دي صعب تجدها مهملة، صعب أو صعب ما تجدهاش يعني. يعني كنا لما نقف زمان في الصفوف الإخوة يبقى مشغول، لدرجة إن كان أحيانا البعض عنده زيادة في التكلف، إن طول الصلاة يفضل محافظ على حكاية إنه القدم في القدم. نسأل الله العافية. من العلامات السيئة على اختلاف الأحوال إن الآن ممكن تجد أهل سنة ومتسنن وسمت متسن وتجده، نسأل الله العافية، واقف على أحسن الأحوال، يروح عامل صبعه كده مع أخوه خالص، مع القدرة على إن هما يتم أو يؤتى بالصورة اللي هي الأكمل، ومع ذلك تجد الإهمال في ذلك، فضلا إنك ممكن تلاقي ناس سايبة الصف أصلا. قال: ولينوا بأيدي إخوانكم. ولينوا بأيدي إخوانكم يا ستير يا رب، ولينوا بأيدي إخوانكم. إن إحنا نجد في الحرم، في الحرم الناس بيتخانقوا مع بعض علشان ده مش عايز ده يقف جنبه وده مش عايز ده يقف. ونسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان. أهي ولا تذروا فروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، لأن اللي قاطع كده بينه وبين أخوه قاطع للصف. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا الحديث فيه استحباب تسوية الصفوف، وفيه الوعد والأجر لمن يصل الصف. ربنا جعل له وعدا يصله ربنا سبحانه وتعالى، وفيه الوعيد والوزر لمن يتسبب في قطع الصف. والعجب، أيام كورونا عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يعافينا ويعافي الدنيا كلها من هذه الأوبئة. إنه أيام كورونا لما بدأت الدنيا تبقى كويسة، ناس كتير جدا لا هو عايز يفضل زي أيام كورونا. يا عم خلاص كورونا خلصت، تعالى بقى في الصف. لا، ويقف بعيد عن أخوه، حاجات من هذا القبيل. نسأل الله العافية. وفي الحديث أن الشيطان يأتي من الخلل الذي بين الأقدام ليفسد قلوب المصلين، ليفسد قلوب المصلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اقفلوا هنا، اقفلوا عشان نغلق الطريق على الشيطان. وسبحان الله، وده له أثر حسي. أنت لما بتقف جنب أخوك وتبقى حريص أنك تبقى قافل كده القدم في القدم، بتشعر بنوع من الوحدة كده، بخلاف ما أنت في ناحية وهو في ناحية. أي نعم. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال النووي: الحذف قال هو
غنم سود صغار تكون باليمن. غنم صغيرة جدا كده، معيز صغيرة كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. يعني بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الشياطين منظرها القبيح شكلها، وهي داخلة في وسط الصف عايزة تعدي، تقوم تصغر نفسها وتتصغر عشان تعدي في وسط الصفوف زي الغنم الصغيرة المعزة الصغيرة دي، ما تلاقيها عدت كده في وسط اتنين. الشاهد من الحديث يعني الحرص على رص الصفوف وغلق الفرج، وأيضا في الحديث بيان العلة التي من أجلها التشديد في تسوية الصفوف، وهي إن الشيطان بيدخل بين الصفوف. وفي الحديث أيضا تسوية الصفوف قمع للشياطين ورد لكيدها. ثم قال وعنه يعني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. على خلاف حال بعض الناس تجدهم يخش المسجد ويتعمد يقف في الصف المؤخر والصف المقدم في مكان، وخصوصا المساجد الكبيرة. المساجد الكبيرة يقوم يكسل بعضهم يروح عشان بيبقى الصف كبير شوية، يقوم عامل صف تاني، وده يعمل صف وده يعمل صف، ولسه كل ده والصفوف كلها الكبيرة لم تكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فهذا الحديث فيه الحرص على تسوية الصفوف وإكمالها، وفيه أن النقص إن كان يكون في الصف الأخير. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال وفيه رجل مختلف في توثيقه. هذا الحديث ضعيف السند، أو هذا الحديث ضعيف، وهو أن إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. المحفوظ بهذا الإسناد، الإسناد بتاع الحديث ده إسناد يعني إسناد جيد يعني، لكنه بهذا المتن هذا فيه شذوذ وضعفه العلماء. أما المحفوظ فهو إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم قال وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه استحباب الصلاة خلف الإمام، ما أمكن الإنسان يكون خلف الإمام. ثم التيامن، يعني ماذا؟ لو أني لم أدرك المكان الذي خلف الإمام أبدأ من جهة اليمين خلف الإمام. يعني لو افترضنا يعني الصف مثلا هكذا والإمام هنا، أنا أجي أقف في الصف ورا الإمام ما أمكن. طب ما فيش أقفنا ولا أقفنا؟ أقفنا، أكون في الميامن أفضل من الميسر. طيب هنا الميامن، لو الإمام هنا والميامن فيها عشرة، هنا العاشر هنا أفضل ولا الأول هنا في الميسر أفضل؟ لا، الأول في الميسر أفضل، لأن العبرة بالقرب من الإمام، العبرة بالقرب من الإمام. فهذا الحديث فيه استحباب الصلاة خلف الإمام ثم التيامن. وفي الحديث أيضا أن السنة أن يقبل الإمام على المصلين
بعد التسليم. من السنة ان الامام يلف ويستقبل المصلين بعد التسليم، الا طبعا في صلاة المغرب وصلاة الفجر يقول الذكر المعروف وهو 10 مرات لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وبعدين يوم يلتفت للناس. نعم. الحديث الاخير قال: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيت الامام وسد الخلل. قال: رواه ابو داود. هذا الحديث ضعيف الاسناد لكنه مقبول من حيث المعنى، وذلك لأن الأدلة كلها تدل على أفضلية توصيت الإمام. يعني وصيت الإمام يعني ماذا؟ إن لما نبدأ الصف نبدأه من خلف الإمام، من وراء الإمام، حتى يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الإمام. وسد الخلل، وهذا جاء به الأحاديث الصحيحة. ولذلك في هذا الحديث فيه استحباب توصيت الإمام وعدم البعد عنه، وفيه وجوب سد الفرج، وجوب سد الفرج. نقف على باب فضل السنن الراتبة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.